السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا عملنا فيديو عن ان احنا نعمل فيديوهات طويلة بالذكاء الاصطناعي بدون مونتاج بموقع واحد سهل. ففي سؤال، نقدر نستخدم الفيديوهات وننزلها على اليوتيوب ولا لازم نذكر اسم الموقع او شيء؟ طيب خلينا نرفع فيديو واقول لحضرتك المفروض يحصل ايه. هقول له تحميل فيديو، وهحمل اخر فيديو انا كنت لسه مسجله. ونفس الكلام دوت بينطبق على باقي المواقع والبرامج. الفيديو دوت هيبدأ بقى يقول لي دخل المعلومات الخاصه بالفيديو والديتيلز بتاعته والصوره وقوائم التشغيل. طيب السؤال ده من موجود من زمان، هل فيديو مخصص للاطفال ولا لا الفيديو غير مخصص للاطفال؟ خلاص بتقول له الفيديو ده غير مخصص للاطفال. لو هو غير مخصص للاطفال، اعلان ترويجي مدفوع، هل في اعلان ترويجي مدفوع ولا لا؟ تمام، على اساس يتحكم في الاعلانات اللي هم يحطوها. السؤال بقى المهم بالنسبه لك، ده الجديد، محتوى معدل، هل في شخص حقيقي يبدو وكانه يقول كلاما لم يقله او ينفذ نشاطا لم ينفذه حقيقه؟ يتضمن لقطات معدله الحدث او مكان حقيقيين، يتضمن مشهد يبدو حقيقيا ولكنه لم يحدث فعلا. دي مهمه جدا ان انت لو عندك اي مشكله في الحاجات دي تقدر ان انت تعملها. يعني انت تقدر تعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي وترفعه بدون اي مشاكل خالص، لكن ما ينفعش تنسب فيديو لشخص بكلام هو ما قالهوش. يعني ما ينفعش مثلا تيجي على رئيس دولة او اي شخص مشهور معروف وتنسب له كلام. انت ممكن تعمل لشخصيتك انت او شخصية وهمية وتخليه يقول مثلا معلومات وحاجات زي كده. انا في فيديوهات شغال عليها بنشرح فيها فكرة البيم وفكرة الذكاء الاصطناعي على هيئة كرتون، في شخصيات بتتكلم، لكن هي مش شخصيات، مش أول ما تشوفها تقول ده الممثل فلان أو أو أو. فهي الفكرة كلها إن أنت ما تسيئش الاستخدام، بمعنى أنت ممكن مثلا تنسب كلام لشخص مشهور والكلام ده هو مالهوش، أو أنت عدلت معلومة بمعلومة خطأ، أو مشهد مش حقيقي ولا كده ولا محدش فعلا. فلو الكلام ده مش منطبق عليك هتقول له لأ. لو انت غلطت في حاجة من الحاجات ديت دي هتعمل لك مشكلة. يعني انسى الذكاء الصناعي، ممكن واحد من غير الذكاء الصناعي يفبرك حاجة. فلو انت فبركت او كتبت او قلت معلومة غلط، القناة بتاعتك كلها ممكن تتحذف. يعني ممكن مثلا حد يقول لا ده المحتوى ده بتاعي وحد خده من غير ما يستأذن، وهو الحاجات دي كلها القواعد ثابتة ما اتغيرتش. بس الذكاء الصناعي لما جه خلانا نركز في ان ما بقاش في اي معلومة معموله غلط، سواء انت كنت عاملها بقى بذكاء صناعي، عاملها بافتر افكت، عاملها بكذا. لو اسأت الاستخدام وعملت مشكله او فتنه، او الراجل مثلا قال لا ده مش الكلام بتاعي، ده ممكن يعمل لك مشكله. انما في العام خلاص ما فيهاش اي مشكله خالص لو انت التزمت بالاخلاقيات. يعني الفكره كلها بالذكاء الصناعي ولا بالذكاء الصناعي اخلاقيات. يعني في انا برفع فيديوهات بالذكاء الصناعي وما فيش ولا مره جات لي رساله ان في خطا، لكن لو حد رفع ذكاء صناعي قال مثلا ان الرئيس فلان الفلاني او الممثل فلان الفلاني ضرب حد او حد ضربه او كذا والكلام ده متفبرك، فده هيقفل لك القناة خالص.